إذا أردت أن ترى المجد يتجلى فإن في مشوار المرحوم سعيد بلقولة كل ملامح وصور التجلي. اسم كبير نجح بجدارة واستحقاق في نقش اسمه ضمن خانة كبار كرة القدم العالمية. طيف جميل مر بصافرته الذهبية والتي خولته التميز في أرقى وأمجد التظاهرات. الحمد لله، يعني الظروف تهيئات له باش يلعب هذيك المباراة. الظروف بطبيعة الحال اللي كانت ينافسه على المستوى الإفريقي أو على المستوى الأسيوي اللي هو الغندور وبوجسيم، واحد لعب مباراة ربع النهاية وواحد لعب مباراة نصف النهائي، إذا بقى الفرصة أمامه هو اللي يلعب النهائي. كاين داك التناوب بين امريكا اللاتينيه واوروبا، هذا كنا هذا المعطى حاطينه، بالخصوص على انه كيخرقوا العاده انه خا يكون فريق اوروبي ومع فريق من امريكا اللاتينيه كيمكن يلعب اما حكم اوروبي وحكم امريكا اللاتينيه، ما كانش العاده كيمشيو يجيبوا حكم. حنا كنا كنقولوا داك الساعه كان كلشي كيقول على انه كولينا هو اللي غيقدي يلعب نهائي كاس العالم ديك الساعه في 98، لانه كان فارض وجوده في البطوله الايطاليه في اوروبا على مستوى العالم، كنا الاكثريه كان كيقولوا كولينا. ولكن الطريقه باش قاد هو المقابلات ديال في الدور الاول وفي المقابله الثانيه، في الدور الثاني كان قاد مقابله وحده، بان بانه عنده امكانيات، وهذا الشيء باش اللجنه ديال التحكيم الدوليه ديال فيفا خلاته راه ما عيناتوش تقريبا من الطور الثاني ديال المقابلات في الطور الثاني حتى لعب النهائي، يعني راه كان دايرين عليه العين باش غيلعب. حنا بالنا واحد الوقت على انه منين خلاوه ما لعبوش غادي يمشي يلعب النهائي ديال كاس العالم. وربما الكل شاهد على هذه الملحمه التاريخيه ديال التحكيم المغربي، كيفاش كان حاضر سعيد وكيفاش قادها بواحد القوه بدنيه، بواحد القوه ديال الشخصيه، بواحد التنقلات ديالو اللي كانت بالمستوى الكبير، كيفاش انه دبر العقوبات الانضباطيه ديالو. كنشوفوا كنتفكروا كلنا الورقه الحمراء اللي عطى ايمانويل بوتي ديال 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 فرنسا، فربما العالم كله كان شاهد على التالق ديال سعيد بلقولة. كانت الرؤيه ديالو الحكم دولي، يعني الرؤيه ديالو هذه، وكان احسن ما كيبغي والامنيه ديالو هو يلعب شي شامبيونز ليغ ديال اوروبا. كان تيقول كان الطموح ديالي اللي باغي نوصل له ان شاء الله هو نلعب هذا، وفعلا تحقق له المراد ولعب نهائيات كاس العالم ووصل وغادي لفرنسا. اقسم لك بالله هكا بالحرف قال لي انا غادي نمشي وغادي تسمعني اخاي رشيد، غادي تسمعني شنو غادي ندير فرنسا. كنا انذاك في واحد الاستاج ديال الحكام اللي كان سنوي، انذاك الجامعه الملكيه المغربيه انها كانت جابتنا واحد الخبير سوري اللي هو الجنرال فاروق بوزو، ديك الساعه كان من الشخصيات المهمه في تاريخ التحكيم العربي، وربما هو اللي قادنا. وكان ديك الساعه سعيد كان مؤهل باش يدير كاس العالم ديال الشبان في الاكوادور، في الاكوادور انه كان مشى وقاد هذاك. وجا سعيد ديك الساعه كان جا من قاد دوك النهائيات، كان حضر معنا الستاج، وجا سولو فاروق بوزو قال له راه كان عندي فوترو اللي هو الحكم الفرنسي الشهير ميشيل فوترو، قال له كان عندي في واحد المقابله وقال له انتيا هاكا، قال له انا اربيتر دو لافونير، انا اربيتر ديال لا كوب دي موند في 95. سعيد هاكا انا حضرت هاكا تسمع هذا من الفيلم ديالو، قالها لبوزو، قال له فاش قال له ديك الساعه فاروق بوزو قال له خصك تزيد تاخذ هاد النصيحه اللي عطاك ميشيل فوترو، لان ماشي ساهل ميشيل فوترو، وهذه الكلمه اللي قال لك وديرها حلقه في ودنك وتزيد تصابر وتجتهد. كان عندنا حكم السي غريب جيري، الحكم مساعد في وجده، منين لعب المونديال 94 كان ضروري خص ذاك الاستمراريه بالنسبه للتحكيم المغربي شي واحد يشد لا روليف على السي غريب الجلالي. من حسن الحظ ديالنا حنا في مدينه فاس في عصبه الوسط الشمالي كان عندنا الحكم سعيد بلقولة، اللي في الوقت اللي كنا حنا كنمارسوا في البدايه ديالنا كحكام عصبه ومن بعد كحكام تابعين للجامعه، كان هو ذاك الساعه حكم دولي، وشفنا ذاك الطريق اللي خدا كحكم
باش وصل 98 في الحقيقة دوز واحد الباركور كما كنقولوا سون فوت. جا في واحد المرحلة اللي لا التحكيم المغربي ولا التحكيم الإفريقي بدا تيجدد الوجوه ديالو، بان واحد الجيل ديال الحكام الشباب فيهم المرحوم بالقولة، فيهم سي بلفتوح، فيهم يحيى حدقة، فيهم مثلا العرجون، فيهم المجموعة ديال الحكام في مختلف مناطق المغرب، وبالتالي وقع واحد النوع ديال التنافس، لقاو المجال مفتوح مع رؤساء اللجان المركزية آنذاك، واللي عطتهم فرصة، وفعلا أبان هذا الجيل على أنه فعلا قادر على تحمل مسؤولية قيادة المباريات الوطنية بكل حنكة واقتدار، واللي بطبيعة الحال توجات هذه المسارات ديال هاد الحكام أنهم تقريبا كلهم كانوا من بعد دخلوا تباعا للائحة الدولية ولو حكام دوليين. كان بالقولة العرجون الكزاز حلقة، يعني هادو هما اللي كان يعني خرجوا انطلاقه في ديك الساعات، هما اللي رفعوا المشعل ديال التحكيم ديك الساعات بالنسبه ل وخلوا ويعني كانوا خلاف ديال هاد الحكام الدوليين. حد الان راه باقي هو الحكم العربي والافريقي والاسيوي اللي لعب نهاية كأس العالم، يعني كان هي كاين واحد التناوب بين أوروبا وأمريكا اللاتينية، هذه معروفة كاين واحد التناوب، ولحد الآن هذه القاعدة ما تخرقاتش من نهار اللي لعب سي سعيد بالقولة الفينال ديال 98، من بعد منها ما تعاودتش هذيك التجربة. فلا جينا درنا جرد الأخ ديالي للجنسيات اللي قادت النهاية ديال كأس العالم، غنلقاو 13 جنسية من بينها المغرب، بمعنى الحضور ديال المغرب، وكنلقاو دول اللي هي رائده في مجال كره القدم ولم تحظى بشرف قياده نهائي ديال كاس العالم. نلقاو اسبانيا ما عندها حتى حكم، ما عمر شي حكم اسباني قاد نهائي ديال كاس العالم، وكنعرفوا القيمه ديال الكره الاسبانيه وديال البطوله الاسبانيه، ومع ذلك كنلقاو المغرب من الصفوف الاولى من 13 جنسيه اللي قادت النهائي ديال كاس العالم. بمجرد ما لعب مثلا نهائي ديال كأس العالم دخل هاتفته، يعني اتصلت به بالهاتف وقلت له مبروك عليك السي سعيد، الجواب اللي كان بليغ قال لي مبروك علينا جميعا كمغاربة. ايضا على المستوى الافريقي تلقاو على انه الجيل ديال ادريس اسار، الجيل ديال كادريسان، الجيل ديال بادراسيني، الجيل ديال نجي جويني انتهى، الان بدا جيل اخر اللي فيه بالقولة، فيه الغندور، فيه ليمكي تشونغ، فيه فالاندوي، فيه واحد المجموعه الحكام الافارقه اللي ايضا بان على أنهم عندهم المؤهلات التقنية والبدنية ما يمكنهم من قيادة المباريات الكبرى في المنافسات الكبرى قاريا، وتوج ذلك على الخصوص في نهائيات كأس إفريقيا في بوركينا فاسو في 1998، واللي كان من نتائج ديالها لأن المرحوم سعيد بالقولة كان قاد المباراة النهائية في تلك المنافسات ما بين مصر وجنوب إفريقيا، واللي كانت فاز فيها مصر بإصابتين لصفر. عاودنا على الانسجام ديالو مع الحكام الشرط اللي كانوا معاه، والاحداث اللي وقعت في المباراه، وكيفاش كان الجو تمايا، وكيفاش كان هادي، وديما كيمتاز على الحكام الاخرين هي باللياقه البدنيه. لابد أن نترحموا على واحد الشخصية اللي هي كبيرة دازت بمدينة فاس، واللي عطات الشيء الكثير، واللي ربما كان هو الأب الروحي ديال سعيد بالقولة، هو اللي تبنى سعيد بالقولة، هو اللي كانت عنده ديك النظرة التقنية وداك الكلير فويونس الأول، أول ما دخل التحق هنايا بالعصبة أن شاف فيه بأن غادي يكون حكم كبير اللي هو السي محمد السطالي. الفضل اللي كيرجع للمرحوم
السي محمد الصطالي اللي هو اللي كان سبب وراء اكتشاف ديال سعيد بن خولة، وكان ديما تيقول لك بالله هذا الحكم غادي يمشي بعيد، وكان نتبعو يعني ديما حاطس عليه وكيزودو من المعلومات وكنديرو بحال ولده. يعني حنا ديك الساعه كنا التحقنا بالعصبه، ومن خلال يعني الاحتكاك بيننا وبينه داك الشيء كان السي محمد الصطالي اول مقابله عطاه يعني اللي كانت تسميه هي مقابله السد خلال في الملعب يعني ديك الفرق ديال الشرافي، فرق ديال القسم الوطني الثالث الوفاء مع اوتيل دو فاس. كان يعني مقابله البراج كانت طلعت الوفاء ديك الساعات للدوزيام ديفيزيون، كنا لعبنا معاه في ذاك المقابله ديال البراج يعني مقابله السد. كنا تنكوسو 30 ديما يعني بقوه الانسجام كنناقشوا شنو المناظره اللي دازت وهذه، ويتي انتباه السي زيان الله يرحمه قال له السي بالقول غادي نبدلوك هذوك الدري ديالك غادي نبدلهم. قال له شنو عمي الحاج لا تقيس ليه في هذو غادي نحط لك السفاره هنايا، انا راني كان فيزي بعيد، انا ماشي خديت الدولي باش عاد تعطيني واحد نعلمه ولا عاد تعطيني حكم الشط يخسر لي المباريات وانا باغي نمشي بعيد، لان ما باغيش انا نتهرس باغي نزيد لقدام. وكان يعني الحكم السي بالقولة اول ما من ضمن النصائح اللي عطاني اول مباراه معاه قال لي غادي تدخل اللي تعلمتي في العصبه داك الشيء التحكيم اللي تعلمتيه في العصبه غادي تطبقوه هنا مكبه واحد الخميس. ويعني دوزنا المباراه بنجاح وكان واحد الامتيازات، وفي خلال ديك السنه 91 92 خدينا الصفاره الذهبيه. المستوى ديال كرة القدم الوطنية هو مستوى كبير، ما خصناش ننساو على أنه الحكام ديالنا يمرون بمراحل ديال اختبارية من خلال احتكاكهم بالمباريات الوطنية. فمثلا إلى لقيتي ديربي وداد راجة، مثلا رجاء جيش ملكي، الجيش الملكي الفاتح، خريبكا المغرب الفاسي، إذا كاين هناك واحد المجموعة ديال المباريات التي تعد في حد ذاتها أهم المباريات ديال الأندية دوليا. ملي كتلعب مثلا هاد المباريات راه كتلعب ما بين جوج ديال الأندية أو ديال الفرق اللي متعودة تلعب المنافسات الإفريقية، إذا تتكون مباريات هامة بالإضافة إلى طابع الندية والطابع المحلية اللي كيطبعها. ما كيتم التفكير في إقامة هذا العرس ديال نهائي كأس العرش، فالمسؤولين أيضا تيكون عندهم واحد العبء في اختيار طاقم التحكيمي الملائم لقيادة هذه المباراة، وما تيجيش مثلا التعيين ديال الحكام بشكل اعتباطي اعتبارا على أنه كتدخل المسألة ديال الحياد، على أنه الفارقين المتباريين لا ينتمي الحكم إلى إحدى العصاب التي ينتمي إليها. بغض النظر على هذا تتبقى مسألة الكفاءة والقدرة على قيادة المباراة، وبالتالي فنعتقد على أن قيادة المرحوم سعيد بالقولة لنهائيين ديال كأس العرش كان أهلا وجديرا بقيادتهما وقادهم بطبيعة الحال ووصلهما إلى بر الأمان، وكان تحكيم متميز في تلك المباراتين. كاس العطش يعني كان ما كيمكنناش نلعبوا حنا ثلاثي كاس العطش، لان هذيك المقابله كتكون كلشي كيتمنى يلعب ديك النهايه. الو الله خداو الحكم ديال الوسط كياخذوا حكم الشرط من المدينه وياخذوا حكم الشرط الاخر من المدينه، باش ما يمكنش يعني كيكون ثلاثي كل المدينه تياخذوا. ولكن مقابلات ديال لي ديربي حنا كنا من المحظوظين بان لعبنا اربعه ديال لي ديربي،
وكنا كندخل ملي كندخلوا للديبي قبل ما ندخلوا داك الجمهور اللي كنا كنعيشوا فيه ديك الساعات ديك اللحظه ما بين 80 حتى 90 الف متفرج محمد الخامس وسيب القول الله يرحمه كيقول لك اللي ما لعبش في الدار البيضاء مركب محمد الخامس راه ماشي حكم. أعتقد أنه رحمه الله في إحدى الاستجوابات قال بأن قيادة الديربي البيضاوي أصعب من قيادة مباراة دولية، وفعلا لأنه الضغوطات تكون كثيرة كثيرة جدا بحكم المتابعة الإعلامية بحكم الاهتمام اللي تيليه المسؤولين على كرة القدم بصفة عامة لهذه المباراة، لأنها عندها واحد الصيت قاري وعالمي في طبيعة الحال يحتاج تدبيرها إلى حنكة ودراية لإخراجها إلى بر الأمان. لأن في التصنيف ديال اللائحة الدولية اللي كيمشيو الممثلين ديال إفريقيا راه كتكون أنت هو على رأس القائمة، وكتكون ديجا حكمتي الديربي المغربي اللي هو الوداد والرجاء، راه من المقابلات الريفيرونس لهناك المرجعيه، المقابلات المرجعيه في التاريخ ديال اي حكم مغربي ولا اي حكم عالمي. ربما كاين حكام اللي جاوا عرب انهم قالوا ذاك المقابله كيقول لك هذيك مقابله استثنائيه. البيضاء كنمشيو تما ما كاينش حكم اللي في الدار البيضاء ما كيجيش يتفرج فينا، ومني كنخرجوا من الباب كنلقاو الحكام كلهم معرضينا، وهذا شرف لان كان تيقول لك انتوما المعلمين يعني الغرزه كيدخلوا كيتفنوا وكيستافدوا من يعني واحد الديربي لعبناه في الدار البيضاء. طلعوا الحكام ديال العصبات فاس كاملين طلعوا باش يشوفوا تما وتعرضوا لنا في الباب، وبني خرجنا عاود خرجوا تيهنيونا مني يدخلوا قال لك يعني كتعطيو دروس في التحكيم في قلب. حنا ما كنتفرجوش المباراه اللي ما يمكنش تتفرج، حنا تكونوا كنادي واحد الواجب يعني ما يمكنش تخلي هذه تفلت لكل هذه كتادي واحد الواجب، ولكن هما اللي كيتفرجوا كيشوفوا التنسيق كيشوفوا الانسجام كيشوفوا ديك داك الفنيه ديال التحكيم وديك اللمسه ديال هذا سيتو سي سعيد بالقولة اللي كان محبوب عند الجميع. كان شويه عنيد في كما كنقولوا حنايا عنيد في ولا ملي كيدير واحد لوبجيكتيف كيلعب عليه. وانا نقول لكم بعض الامثله، بحيث هو انه كان خدام في مدينه مكناس وساكن في فاس وكيلعب المقابلات، وخصو يجي ملي يجي يمشي للخدمه ويجي يدرب في الليل او في الصباح بكري، يعني انسان اللي ملي كنقول لك هذا راه ما عندوش الوقت هو بزاف، وباش تدرب بهذه الطريقه وتكون انسان وخا واصل كانت عنده واحد الميزه كحكم هو اللياقه البدنيه. كان تيخدم وكان موهبه ديال التحكيم، والسيد كان عنده التحكيم في يعني في دمه، ما كانش يدخل للمباراه غير عبثا ولا غادي يدخل باش يتسلى ولا هذه، يعني كان داك الشيء عنده في خلال التدريب ديالو كان تيعطيها يعني كما هي دائما التدريب وكنا ما تنقدوش نستطيعوا باش ندربوا معاه. السر ديال النجاح ديال السي بالقولة طبيعي كان عنده تيتوفر على لياقه بدنيه هائله، يعني كانت لياقته رحمه الله لياقه بدنيه هائله، وكان سريع التطور في الاداء التحكيمي ديالو، بمعنى انه كان تيستافد من الهفوات اللي كان ارتكبها في بدايه المسار التحكيمي ديالو، وما حده هو تيزيد هو تيحاول يقلل من دوك الهفوات بطبيعه الحال حتى وصل لواحد الدرجه ديال التميز في الاداء التحكيمي. من المميزات ديال سعيد هو انه المثابره،
المؤتمر كان شخصا متابرا. اولا حكم العمل ديالو كان يشتغل بمدينه مكناس، كان كيتحمل مشاق السفر، ان كان كيدير لا نافيت اللي كان كيديرها بين فاس ومكناس، كان كيحافظ على التدريب ديالو اللي كان التدريب شاقه. ربما كنا كنحضروا معاه، كنا مجموعه ديال الحكام اللي ما كانوش كيقدروا يجاريوه في التدريب ديالو. كان حار في التحكيم ديالو، لان الحكام كل واحد عنده واحد الميزه، كاين اللي بارد كاين اللي عادي في التحكيم ديالو، ولكن هو كانت عنده واحد الطريقه ديال التحكيم كما كنقولوا حنايا باللغه ديال التحكيم حاره، وهذا الجانب كيمكن لك تشوفه تستافد منه. حنا كحكام كيمكننا نستافدوا منه، ملي كتكون كتفرج فيه كيمكن لك تاخذ منه شي حاجه. هو ان باش انك تمشي بكونترا الكوكب ديال 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 الجابون، ان التجربه اللي دار في الجابون كانت تجربه استثنائيه، انهم تعاقدوا معاه وكلهم مشى الناس حكم عندهم في البطوله، وكان يكون الحكام ديال، كتعرف الناس اليابان بينما ما كانش عندك الخبره وداك الخبره وداك الاستثناء راه ما يمكنش انهم يعيطوا لك ويديروا معاك كونترا. المطلوب حاليا هو تواجد شخصيه عند الحكم، لما الحكم يكون يتوفر على شخصيه قويه ف تقضي على أنه أي تأثير خارجي أو أي ضغوطات خارجية فإنها تبقى دائما مبخرة في الهواء. عنده شخصيه قويه، ما لا يخاف في الله لومه لائم، تيحاول يطبق القانون بمرونه بدون الخروج على النصوص القانونيه، ولكن ايضا في عمليه تدبيره للمباراه كان يدبر المباريات تدبيرا جيدا. هو ملي كتشوفه كيبان لك انسان عادي ويعني سهل وبسيط وبهذا، ولكن ملي كيدخل التيران كيتقمص واحد الشخصيه اخرى. حنا بلاصنا كنبقاو يعني واحد الانسان تيولي شكل اخر، الصرامه، القانون، انضباط، ما تيبغيش يعترف شي لحظه، وحنا منا براسنا حنا لاعبين معاه ما نبغيوش توش هكا ولا كورنير ولا باسي ولا شي حاجه، كيبغي انضباط، كيبغي هذه، وكتحس به كتشوفه بحال شي اسد في قلب، وخارج الملعب تيكون شكل اخر، وخارج المباراه تيكون شكل اخر. هو رحمه الله كان قليل الابتسامة في الملعب، ولكن كان عنده واحد الروح مارحة خارج الملعب، إلا أنه داخل الملعب ضروري أنه تكون واحد النوع ديال الجدية، لأنك تعتبر راسك قاضي، والقاضي ما خصو يكون في الملعب أولا عليه ديك الهيبة والوقار ديال المتداخلين، خصو يفرضها إلى طبيعة الحال كتر الضحك إلى آخره، فهذا سيؤدي إلى ربما المس بهيبته ووقاره، وخصو يكون عنده. هذا ما تيعنيش على أنه خصو يكون تتميز بواحد النوع ديال الجفاء، لا، طبيعة الحال يكون الوقار اسمه، ولكن بواحد النوع ديال المرونة والليونة في التعامل مع الناس، لا خطابا ولا لغة ولا حركة ولا إشارات إلى آخره. وهاد الشخصية الاستثنائية كتجي أنه في إحدى المقابلات، أنه بعد ما كان تصاب بالمرض كانوا عينوه لواحد النهاية ديال الشامبيونز ليغ، وكان طلب من الاتحاد الإفريقي أنه باش يسندوا ذاك المقابلة لواحد الحكم اللي كان متميز مغربي آخر اللي هو عبد الرحيم العرجون. قال لهم هاد المقابلة ما تمشيش للمغرب، ما دامت أنها أسندت للمغرب باش يقودها فأنا المرض أنهكني، أنا نتمناكم أنكم ما تحيدوهاش للمغرب وتعطيوها لواحد الشخص اللي في مستوى ديال سعيد وفي نفس القيمة التحكيمية ديال سعيد اللي هو عبد الرحيم العرجون، وفعلا تعطات لعبد الرحيم العرجون اللي قادها أنذاك باقتدار هذه النهاية. فهاد باش كيكون قلت لك
بأنه شخصية استثنائية بالنسبة للتحكيم المغربي. الله يرحمه كان بدا لعب في المونديال ديال 98 وجا القدر وتوفى في شهر 6/2002 الوقت اللي كان المونديال ديال كوريا الجابون ملعوب داك الساعه. وكنعقل كانوا حملوا الشاره او داروا دقيقه الصمت في داك الساعه في المونديال ديال كوريا مع اليابان، وهذا دليل على انه سعد بالقوله كان باقي متواجد معهم في الذاكره ديال الناس ديال فيفا. كان حكما ترك في الحقيقة واحد الصدى واحد الآثار، وكنا فين ما مشينا كيسولونا الحكام من بعد في المشاركات ديالنا في كأس العالم أو في كأس إفريقيا، دائما تيسولونا على بالقولة وشنو هي الأسباب اللي دفعته مسكين حتى المرض ديالو، تيسولونا أحيانا حتى العائلات ديالو الولاد ديالو إلى آخره. هذا تيخلي لنا انه تيخلي واحد الثقل كبير 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 جدا علينا، لانه خصنا نديروا المستحيل والمجهود ديالنا كامل باش نحاولوا ايضا يكون تمثيل ديال التحكيم المغربي في المحافل الدوليه بهذاك الشكل اللي مثلوا فيه سعيد بالقولة رحمه الله. في الاخر كان مريض ما بقاش كيمارس، نقدر نقول لك اتصلنا به ولقيناه من باب الزياره باش نشوفوه، لقيناه خدام في شي امور ديال التحكيم. تصور انسان اللي داك الساعه كان مريض الله يشافيه وكان كياخذ داك لي سيونس ديال العلاج وداك الشيء ومازال خدام، باش تعرف على انه رغم الظروف ديال المرض والتعب والعياء انسان مازال باغي يعطي للتحكيم المغربي في داك الظروف. وهذا هو اكبر درس اللي باش نختموا به، هذاك انسان في هذه الظروف الصعيبه وكان باقي كيخدم التحكيم المغربي، وهذا اكبر مثال باش نقولوا الله يرحمه كان قدوه للناس بزاف اللي باش يخدموا، الا بغى يخدم راه خصو يخدم. والله يرحمه وكنتمنوا لوليداتو والعائله ديالو يكونوا في احسن الظروف.